هذا واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن التمرد الفاشل في روسيا تسبب بحالة من عدم الاستقرار للرئيس فلاديمير بوتين، كما أكد أن ألمانيا وأوروبا عموما لا تسعى إلى تغيير النظام في موسكو. Natürlich wird auch eine Rolle spielen, was in Russland stattgefunden hat. Es zeigt sich einmal mehr, dass es einfach unverantwortlich ist, militärische Gewalt in Privathände zu geben. Das ist bedrohlich und was die Wagner-Söldner in dem Ukraine-Krieg gemacht haben, was sie in Afrika und vielen anderen Orten der Welt machen, ist unverantwortlich, unverzeihlich und da sind viele Verbrechen mit verbunden. Aber das bedroht eben auch die Stabilität dann zum Beispiel eines Landes wie Russland. Auch das haben wir gesehen. Wir sind nicht Partei dessen, was in Russland geschieht. Das ist ein Problem, das sich Putin selber herangezogen hat. Das können wir nur beobachten. Und unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regime Change in Russland. Unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine. للحديث أكثر ينضم إلينا من روما الدكتور باولو بيتزولو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جاجيلونيان والزميل الباحث في جامعة سابينزا في روما. أهلا بك سيد باولو. إذن قمة بروكسل اليوم أهلا بك. قمة بروكسل اليوم وغدا تعد الفرصة الأولى للقادة الأوروبيين ليناقشوا وجها لوجه التطورات في روسيا وانعكاساتها على أوكرانيا وجوارها أيضا. ما المتوقع من هذه القمة في هذا الشأن؟ من المؤكد أن الموضوع الجوهري في هذه القمة سيكون هو ما حدث من تمرد ومحاولة انقلاب في موسكو من جانب مجموعة فاغنر. يتوقع الاتحاد الأوروبي نتيجة مختلفة تماما لهذا التمرد، تغيير النظام مثلا أو أي تغييرات في القيادات بالكرملين، خاصة الدفاع، جهاز الدفاع، وكانت هذه هي أحد أهم أسباب تشكيل هذا التمرد. وفي نفس الوقت الاتحاد الأوروبي أيضا كان يعتقد أن هذه حركة تكتيكية لنقل مجموعة فاغنر من أوكرانيا وجنوب روسيا إلى بيلاروسيا مثلا، هذا احتمال أيضا، ولكن لم يحدث ذلك. إذن الاتحاد الأوروبي الآن عليه أن يفهم السبب الحقيقي وراء ذلك التمرد، وكيف من الممكن أن ينعكس على الصراع في أوكرانيا، وما دلالاته أيضا على قوة الحكومة الروسية وإمكانية المد وإطالة هذه الحرب. النظرية الأوروبية عن هذه المحاولة وعن هذا التمرد أنه أظهر وجود ثغرات وبعض أوجه الضعف في النظام الروسي. طيب، وبالتالي هل يمكن للقمة أن تتخذ أي خطوات بهذا الشأن، خصوصا كما تفضلت أن هذا التمرد في روسيا الذي لم يحقق أهدافه؟ نعم، يبدو أن السؤال اتضح بالنسبة إليك سيد باولو. من المؤكد أن هذه القمة سوف تؤكد على حقيقة مهمة. على جانب، هناك حاجة من الاتحاد الأوروبي أن يحافظ على دعمه لأوكرانيا والمساعدات الاقتصادية والدعم اللوجستي والعسكري. وعلى الاتحاد الأوروبي بالفعل قد قدم 77 مليار يورو حتى الآن في شكل مساعدات، وعلى الأغلب سيشددون على أهمية الاستمرار في هذا الدعم. على الجانب الآخر، وفي 23 من يونيو قد أصدر الاتحاد الأوروبي الحزمة 11 من العقوبات كما تعرفين ضد الحكومة الروسية، وعلى الأرجح أنهم في هذه القمة سوف يراجعون ويقيمون المنافع أو دلالات هذه الحزمة الجديدة، ومتى سيبدأون بتنفيذها وكيفية تنفيذها وتأثيرها على الحرب. لنتذكر أن هذه الحزمة قد تشكلت من أجل أن تتضمن دول ثالثة، تشمل دول ثالثة كانت تحاول المناورة حول العقوبات وأن تستمر في تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا.
طيب دكتور باولو، يعني أوكرانيا هي الطبق الرئيسي على طاولة القمة الأوروبية، ولكن ثمت أيضا ملفات أخرى ملحة مطروحة مثل الهجرة والاقتصاد والتعامل مع الصين وغيرها. أي من هذه الملفات هي أقرب للخروج إلى الخروج بقرار في ظل الخلافات الأوروبية على مقاربة بعض هذه الملفات؟ صحيح، هناك الكثير من القضايا المهمة وأنت صائبة في ذلك، الأمن مثلا والحاجة للاتحاد الأوروبي لأن يستحدث نظاما أمنيا مستقل وذاتي، وهناك أيضا الناتو. طبعا من المعروف أن الانضمام إلى الناتو من أهم الموضوعات، وأن يصبح الناتو ليس هو المظلة الوحيدة الأمنية بأوروبا، وأن يتصرف الاتحاد الأوروبي أيضا من خلال القمة الآتية. هناك قمة للناتو في شهر يوليو وسيناقشونها أيضا، بالإضافة إلى قضية الهجرة التي أشرتم إليها والوصول إلى حلول مشتركة من أجل معالجتها، فهي مشكلة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي تؤثر على مستوى الحياة وربما أحيانا بعض المشكلات الاجتماعية، كما أن هذه القمة أيضا سوف تهدف إلى تعزيز العلاقات الخارجية، علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية مع أهم الشركاء مثل وماذا عن الصين في هذا السياق دكتور باولو؟ جنوب آسيا وإفريقيا. نعم، ماذا عن الصين في هذا السياق، خصوصا أن ثمة خلافات في وجهات النظر بين فرنسا وألمانيا مثلا، لتين تدعوان إلى عدم الانجرار وراء ما تريده واشنطن من العلاقات مع الصين، وتيارات أخرى يعني لديها وجهة نظر مختلفة. مضبوط، هذه من أهم القضايا في الاتحاد الأوروبي، ونعم تتسبب بالانقسامات في الرؤى. بعض الدول تريد أن تكون علاقاتها طيبة مع الصين، وقد يتعارض ذلك مع بعض المصالح في منطقة الاندو باسيفيك وقضية تايوان، وهناك دول أخرى تفضل أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وأن تدعم مثلا تايوان. إذن من هذه من أهم الموضوعات، هناك جدل ساخن الآن بشأن تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين. سوف ننتظر ما سيصدر عن بيان ختام لهذه القمة غدا. شكرا لك دكتور باولو بيتزولو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جاجيلونيان والزميل الباحث في جامعة سابينزا في روما.